إذن هي أرض السلام شرم الشيخ، تبعث برسائل السلام للعالم أجمع من خلال ممثليهم من الشباب في قارات العالم ومتخذي القرار. منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا هاتفيا الأستاذة آلاء بسيوني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يعني أستاذة آلاء، ضعيني في الصورة للحظات أخيرة تسبق المنتدى في نسخته الرابعة، ورش العمل التي تدور على مدار يومين قبل الانطلاق الرسمي، وما يمكن أن نخرج به من جلسات عامة مع صناع القرار والفاعلين ومناقشتهم مع الشباب. النهارده انطلقت فعاليات الجلسات الفرعيه او التحضيريه حوالي من الساعه 10 الصبح. بدا 7 جلسات متوازيه كانت بتتكلم في عدد كبير جدا من المسائل الملحه والهامه، منها اثر كوفيد 19 على اهداف التنميه المستدامه، وكذلك تطور الدور العالمي للشركات الناشئه ورياده الاعمال، وجلسة مهمة جدا حول سياسات المياه الرشيدة، وطبعا لا ننسى مشروع حياة كريمة باعتباره أكبر مشروع قومي وطفرة لتحقيق العدالة الاجتماعية سواء للفرد أو للمجتمع. المناقشات طبعا بيتم خلال الورش التحضيرية مناقشات وطرح الأفكار، أفكار للشباب من مختلف الجنسيات، وبيتم إدارتها بشكل منظم جدا وبشكل فعال، وبتخرج التوصيات دي ثم ترفع خلال المنتدى ليتم العمل بها. وطبعا احنا شفنا قد ايه التوصيات المنتدى ليها صداها سواء في نسخته الاولى او الثانيه او الثالثه من صناع القرار سواء على الصعيد الاقليمي او الدولي. نعم، قضايا كسر تفرض نفسها على جلسات الاعمال، بالطبع على راسها ما بعد جائحه كورونا او التي ما زالت تضرب العالم من ربما متحورات جديدة وكيفية الخروج بأقل أضرار ممكنة على كافة المستويات. لكن دعيني أتحدث معك عن أفكار الشباب. يعني ربما من ورش العمل تسمعون ما هو جديد، ما هو إبداعي، ما هو تفكير خارج الصندوق لتقليل الآثار السلبية من الجائحة. طبعا الآليات والرؤى والأفكار اللي بيتم طرحها هي يعني انعكاس لاختلاف الثقافات واختلاف الايديولوجيات لكل الشباب الموجودين. يعني احنا بنتكلم عن 197 دولة موجودة، جنسيات مختلفة جدا، افكار وابعاد مختلفة ورؤى مختلفة ووجهة نظر للامور مختلفة وصياغة للافكار كمان مختلفة. شباب، اهم ما يميز الورش التحضيرية ان الشباب بيسعى ان هو يكون محور ويكون صانع تغيير، وان هو يكون ليه دور ويكون ليه كلمه فعاله، ويكون الافكار ليها جدوى ومثمره، وخصوصا المنتدى ليه ثقته وثقله الدولي. فالشباب شاعرين باهميه الورش التحضيريه دي وباهميه الافكار اللي هم بيخرجوا بيها والتوصيات، وانها هتلقى الصدى وهتلقى الاهتمام والاستجابه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذه آلاء بسيوني، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين.